الأستاذ محمد باهي الناقد الرياضي بالأهرام بينورنا ويشرفنا في هذه اللحظات في الجزء الثاني من حلقة كلام في الميديا. أستاذ محمد منورنا. أهلا بك أستاذ أمير وأهلا بالسادة المشاهدين. أخبار حضرتك إيه؟ زي الفل الحمد لله. نبتدي بإيه؟ الأهلي واتحاد الكورة؟ حابب إيه أنت؟ لا بالنادي الأهلي. نبتدي بالأهلي ماشي. الأهلي بيستعد طبعا لمباراة مقبلة مهمة جدا، مشوار جديد تحت قيادة فنية جديدة، بتشوف الاستعدادات إزاي ومدى أهمية هذه المباراة من وجهة نظرك؟ يمكن النادي الاهلي يعني من وجهه نظري ان هو بيدافع عن كبريائه، كبريائه الافريقي خصوصا ان هو اكبر من ان هو يلعب بدور ال 64. طبعا كانت مفاجاه كبيره قوي، اول مره في تاريخ النادي الاهلي. طبعا مفاجاه لينا كلنا، مفاجاه لجماهير الكره المصريه بشكل عام وجماهير النادي الاهلي بشكل خاص. فرد عملي ورد قاسي على منظمي البطوله الافريقيه، ورد طبعا باكبر نسبه اهداف في المباراتين. كان ده وضع طبيعي ان هو يرد في الملعب. انا شايف ان المباراه اللي جايه يمكن الفريق الاهلي هيلعبه حديث العهد بكره القدم، ما بقالوش 5 سنين بالظبط. 2014 2014 ده كان ميلاده في 2014. يمكن اذا قلنا ان اف سي مصر هو احدث فريق في الدوري الممتاز، استمر مثلا 6 سنين او 8 سنين من نشاته لحد الان، فان هذا الفريق يا دوبك 5 سنين بالكثير قوي بالظبط. واعتقد ان قدام الاهلي فرصه كبيره، يعني هي مباراه بين الاصاله والحداثه. كويس. من اصاله النادي الاهلي والتاريخ ونجوميه النادي الاهلي وجماهيريه النادي الاهلي وعراقه النادي الاهلي امام حداثه وتكوين مثل هذا الفريق في عالم كره القدم. اعتقد ان ومع ذلك كرة القدم لا تعرف المستحيل. كم من فريق عشرات السنين ما بين هذا وتلك أو هذا وذاك، ومنلاقي أن الكرة زي ما قلنا قبل كده الساحرة المستديرة الشريرة بتكشر عن أنيابها في المستطيل الأخضر. إذا أنا مش هقدر أقول أن أنا فزت إلا بعد صفارة الحكم. إذا أنا تألقت وفزت وكسبت. لكن انا ما اقدرش اقول قبل المباراه ان انا هكسب وهتالق وهفوز. اكيد طبعا. فاكيد النادي الاهلي عامل حسابه، النادي الاهلي بثوب جديد، ثوب فني جديد، جهاز فني جديد، معنويات لعيبه جديده، صفقات يعتبر بتحاول انها تثبت ذاتها. بس صفقات مش كتير الحقيقه. يعني لا، في لعيبه عايزه تثبت ذاتها لسه، يعني كانها بتنضم لاول مره. فاعتقد ان لو اتكلمنا عن التاريخ لا يبقى النادي الاهلي، لو اتكلمنا عن الاصاله يبقى النادي الاهلي، لكن لو اتكلمنا على الكوره لا، الكوره ما فيهاش اهلي وزمالك وبرشلونه وريال مدريد الا بعد صفاره الحكم. فقدام الاهلي فرصه كويسه جدا لاستعاده امجاده من جديد، امجاده الافريقيه، خصوصا ان هو داخل في مباراه السوبر، داخل طبعا بمعنويات عاليه كبيره جدا، ومطلوب منه قدام جماهيره انه يحسم هذه البطوله المصغره اللي بتؤدي الى بطولات كبرى. اعتقد النادي الاهلي قدام في بطوله افريقيا اعتقد ان شاء الله باذن الله حاسم المباراتين ذهابا وعودا. المطلوب ايه من الجهاز الفني الجديد؟ يعني مستر فايلر مثلا مطلوب منه ايه في اول مباراه ليه؟ مباراه صعبه لان هي بره ارضه، منافس مش معروف بشكل كبير، اكيد تم دراسته وكل حاجه، لكن هي برضه بتبقى حمى البدايه زي ما بيقولوا كده. مطلوب ايه مستر بايلر على وجه التحديد؟ بص، مطلوب منه بعد ما يعرف طبيعه الملعب، طبيعه ارضيه الملعب بالذات. الملعب جيد بيقولوا. يعني بص الملعب يعني بياخد تقريبا 30% من تكتيك اي مدرب. كويس. اكتر من 30% كمان. ليه؟ لو الملعب نجلته تقيله فمحتاج لعيبه باور عندهم اعلى، لو الملعب محتاج الفتله بتاعته رفيعه فبتغرز مثلا في الاسترز بيغرز وهكذا، محتاج ان هو يعرف يسافر بدري، محتاج ان الفرقه تتمرن اكتر من تمرين على الملعب. هتمرنوا تمرينتين تقريبا. ما انا بقول اكتر من تمرينه، يبقى مهم جدا جدا ان يتعرف على اجواء الملعب، مش الاجواء المحيطه، الملعب نفسه، مساحات الملعب نفسها مهمه جدا. بس خلي بالك هو على الملعب اللي هيستضيف المباراه هتبقى تمرينه واحده. ما هو طبقا للبروتوكول وطبقا للائحه هتبقى تمرينه واحده. هيبقى تمرينه واحده، لكن لا يعني محتاج ان هو يروح يتفرج، يشوف حتى لو مش هيتمرن يروح يشوف قبل التمرينه. كويس. وليكن قبلها بيوم حد يروح يتفرج على الملعب نفسه، نجلته قد ايه، عامله ازاي. دي على فكره الكلام ده مسموح.
مسموح طبعا مسموح مسموح ان انت تروح الملعب بس ما تتمرنش. اللي هو انت ليك الوحده التدريبيه اختارها انت كيفما شئت. العمليه مش عمليه ان انا اختار قبلها بيوم، ما فيش لائحه بتقول ان انت لابد انك تتمرن قبلها ب 24 ساعه او قبلها ب 48 ساعه، انت ليك مره واحده انت اللي تختار امتى تتمرن. بس هو الافضل ان يبقى قبل المباراه على طول يعني. ما تبقى لي مطالب المدير الفني بالظبط انا عايز ايه. ممكن يقول لك لا انا هعمل عليه ماتش تقسيمه، والتقسيمه الجامده بتبقى قبل المباراه ب 48 ساعه. لكن لو في تكتيك تقسيمه خفيفه يعقبها تكتيك يبقى قبلها ب 24 ساعه على حسب اختيارات المدير الفني. فهنا مطلوب ان اللعيبه تركز، مطلوب من المدير الفني ان هو يحفظ لعيبته كويس قوي، يخليهم يقتنعوا بيه، يقتنعوا بيه قبل المباراه، يقتنعوا لان انا مقتنع بيك هسمع كلامك وهطبق تعليماتك. فمطلوب منه ان هو ما يقول لهمش مش بالكلام، ان انت تسمع كلامي في الحته الفلانيه وانت لا. العمليه مش عمليه مدرس وتلميذ طبعا، عمليه فرض شخصيه، وفرض الشخصيه بالتعليمات باسلوبك انك انت تنفذني. يمكن بيفضل المدرب اللي بيعمل نموذج دايما في مراحل الناشئين دايما. ليه؟ لما يجي اللاعب اللي لسه محتفظ برونقه يعني، فيجي يعمل نموذج، يعمل دريبل، يعمل ينطق، يعمل وهكذا، يعمل نموذج للولد فيقتنع بيه. لكن لما يقول له نطق وانا واقف كده بتفرج عليه اقول له اعمل كده وانا مش قادر اقول له. فاذا هنا مطلوب انه يفرض شخصيته على اللعيبه، لان لعيبه النادي الاهلي ليها طابع خاص. العمليه مش عمليه شخط ونطر، العمليه عمليه ازاي انا اقتنع باسلوب وفكر المدرب. انا عجبني في تصريحه في المؤتمر الصحفي لما اتسال وقال انت هتلعب بطريقه ايه؟ فقال انا لسه ما عرفتش امكانيات لعيبتي، هلعب بالطريقه اللي تناسب امكانيات لعيبتي. اذا هنا ذكي جدا جدا جدا. طرق اللعب معروفه كتير، 4 3 3 4 2 4 3 5 2 5 3 2 كل دي طرق لعب وبتفرض نفسها. لكن هشوف الامكانيات اللي عندي الاول ايه بالظبط كده. ما انا سهل جدا اقول لك العب ب 4 3 3. طيب انا في المباراه دي معطياتها ما تديش نتائجها، ما تديش لمعطياتها. فبالتالي لا، انا هلعب بطريقه 5 3 2 اهم من الاول، بعدين اعمل اثنين طايرين يعملوا لي خمسه يقلبوا لي بدل 5 3 يبقى 3 5 وهكذا. لازم يعرف امكانيات لعيبته اللي هيستعملها. فبالتالي عشان كده بقول لك ان لازم يدرس الملعب الاول، الملعب قبل الخصم قبل المنافس. لان الملعب نفسه هو اللي بيفرض طريقه اللعب مش المنافس الاول. الملعب، مساحات الملعب مهمه جدا جدا. في واحد يقول لك انا هروح العب لا مهاجم من الاول واضغط على الخصم من الثلث الاخير نظام الضغط العالي، وهو اصلا الملعب مساحته كبيره جدا، فانت بترهق لعيبتك من اول 10 دقائق وبتستنفذ قواهم. فلا، انت لازم تعرف طبيعه الملعب، مقاسات الملعب، وطبيعه الفرقه اللي انت هتلعبها. انت عارف طبعا ان هم كسبوا بفرق هدف يعني 2-1 نتيجه المباراتين. فرق هدف، فرق هدف المباراتين 3-2 فرق هدف يعني. فبالتالي اذا الفرقه دي بتهدف يعني، بتعرف تجيب اجوان وسجلت خارج ملعبها بالظبط. فبالتالي انت لا، انت لازم نحترم الخصم كويس قوي، نحترم المنافس، ونقدر نلعب بالطريقه. لازم ادرب لعيبتي من قبل ما يسافروا كمان على طريقه اللعب. يمكن انا كمان ممكن اختار ملعب هنا مشابه للملعب اللي بره، او اعمل نفس اختار اي ملعب واعمله مشابه. اعمله مشابه ازاي؟ اداء مساحاته، لو الامطار غزيره على طول اروح سايب المايه في الملعب وهكذا. يعني اعمل في ظروف مشابهه للمباراه اللي هلعبها هناك. فبالتالي مطلوب منه ومطلوب من اللعيبه تركيز كويس قوي انك انت تعمل نتيجه ايجابيه في مباراه الذهاب قبل مباراه الحسم في القاهره، خصوصا ان انت زي ما قلت داخل على مباراه السوبر مهمه جدا جدا. اكيد ان شاء الله باذن الله نتمنى للنادي الاهلي كل التوفيق. لكن يا رب. امبارح اتصاب محمد الشناوي، لو غاب الشناوي ممكن ياثر في صفوف الاهلي؟ هو الحقيقه طبعا اصل مركز حراسه المرمى بالذات يعني لازم حارس المرمى يقف كتير، ويبقى هو اكتر واحد بيلعب في النادي الاهلي. لكن ده طالما انت عندك دفاع متماسك، دفاع حافظ بعض، فحارس المرمى بالنسبه لهم يعني هيحتووه ويحتضنوه زي ما بيقول يعني. انا اعتقد ان اي حارس مرمى بالعكس انا شايف انها فرصه لاي حارس مرمى يحل محل الشناوي عشان يثبت وجوده، عشان يقول انا اهو انا موجود
في حاله وجدير. لو غاب يعني لا قدر الله. انا بتكلم في الحاله دي لو غاب لا قدر الله، انا بتكلم فرصه للسبستيتيوت اللي هو تمام. البديل بالنسبه أكيد. له، فاعتقد ان هيبقى لا يعني ممكن فرصه لاي حد يقف، وانا اعتقد ان محمد الشناوي هيكون جاهز للمباراه يعني ان شاء الله. ان شاء الله هي خفيفه باذن الله. ارتفاع درجه الحراره والرطوبه هناك ممكن تاثر على النادي الاهلي في الماتش ده؟ بص يعني الموضوع ده يعني كتلة بحثا يعني كتير قوي قوي. المباريات الافريقيه دايما عمليه الارتفاع مستوى البحر وارتفاع مش عارف ايه نسبه الاكسجين والحاجات دي كلها. بص يعني حديثا ثبت حديثا ان عمليه الاكسجين نقص الاكسجين والحاجات دي بيتاثر مع اللاعب بعد المباراه. بمعنى انت واخد جرعه تدريبيه، جرعه مخزون تدريب يمكنك للعب 3 ساعات كويس، فانت بتلعب ساعه ونص. فاذا انت هنا 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 برضو مطلوب من مدرب الاحمال، مطلوب من الجهاز الفني ان هو يشتغل على الحته البدنيه كويس قوي، لان عمليه اللياقه البدنيه زي ما قلت لك ده مخزون كويس ما بيتاثرش مع، والا يتاثر مع انطلاق المباراه. عمليه نقص الاكسجين وارتفاع في مستوى سطح البحر والحاجات دي والرطوبه بتاثر مع بدايه لا الكلام ده بيتاثر مع مجريات المباراه مع نهايه المباراه وهكذا. لا الاهلي اتعود خلاص في افريقيا، الاهلي اتعود لعب مئات المباريات، فالموضوع ده بالنسبه له ان شاء الله مش هيكون عائق لانه هو متعود عليه وهيتعداه وهيوصل للهدف المنشود بالنسبه له يعني. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قادر على تخطي هذه العقبه، مش بس تخطي هذه العقبه، قادر على الفوز بهذا اللقب الغالي المنتظر لكل طبعا الجماهير الاهلاويه. عايز بس اقول للجماهير بعد ملامح مران الفريق النهارده، المران تقريبا كان استشفائي معظمه لان امبارح كان في تقسيمه قويه زي ما قلنا لحضراتكم، النزول كان بالحمل التدريبي تجنبا للاجهاد قبل السفر ان شاء الله باذن الله فجر بعد غد باذن الله. طيب نروح لاتحاد الكرة وفي ملفات كتيرة في اتحاد الكرة. جدا جدا صح. طيب موضوع القرعة بتاعت الدوري، والنهاردة أعلنوا ميعاد القرعة خلاص يوم الخميس. أهم الأمور التي يجب التعامل معها بخصوص هذه القرعة، سواء فيما يتعلق بمواعيد المباريات، ميعاد البداية بتاعت الدوري، النهاية، الأمور دي حضرتك بتشوفها إزاي ومدى أهميتها يعني؟ بص أنا شايف اللجنة مسيرة الأعمال بتاعة اتحاد الكورة، اللجنة من قبل الفيفا، هم يعني طبعا أشخاص محترمين ولكن دخلوا بصدرهم قوي. بمعنى؟ يعني انتظروا جدول منتظم من A to Z. ادوا وعود يعني. وعود وعود كتيرة جدا. وعود للتسويق، تسويق مش بس الدوري الممتاز، تسويق كمان الدوريات الأخرى. وهي طبعا موضوع صعب جدا جدا، ملفه شائك جدا جدا، ما اقدرش اقول هعمل الا اذا كنت انا فعلا متعاقد. ويمكن انا اتكلمت معاك قبل كده ان حتى الشركه الراعيه لما مشيت وكانت متسوقه الدوري الممتاز به مشيت وما كانتش عامله شرط جزائي. فاذا هنا لازم اولا اشوف عمليه المزايدات، اعمل مزايدات الاول وافتح كراسة، اعمل كراسة شروط واعمل عقد كويس جدا. أنا لابد من محاكمة، أنا بقول محاكمة أي واحد كان متسبب قبل كده في هذا التعاقد، لأنه لم ما عملش شرط جزائي، وده مما يؤدى إلى إهدار المال العام. فأنا بقول من دلوقتي أنت عايز تسوق حاجة لازم يكون معاك عقود كويسة جدا، عندك شؤون قانونية على مستوى عالي، ما تخرش المية يعني زي ما بيقولوا، لأن دي حقوق والحقوق لازم تروح لمستحقيها. كويس. من البدايه بقى من دوري ممتاز او ممتاز به، لان في اموال كتير جدا جدا اهدرت نتيجه كتابه عقود خاطئه. مش عايز اقول ان في ناس كانت متعمده انها تكتب هذه العقود او تفوت او تسهل لاصحاب العقود. ماشي. كنت منتظر من هذه اللجنه ان هم اول حاجه يطلعوا يقول لك احنا عاملين لجنه تسويق. طبعا ده ما حصلش. طيب انت هتعمل لجنه تسويق، يعني عايز تسوق دوري محتاج فيه الفار اللي انت قلت عليه وتكلفته عاليه جدا، مش بس تكلفه، ده تكلفه المتدربين كمان طبعا، عشان تعمل محاضرات للمتدربين وتعمل اليات تنفيذ لهذا الفار محتاج
اسابيع طويله تصل الى حد الشهور. تمام. طيب انت ما عملتش حساب دي. طيب انت تكلفه الفار قلت احنا معانا فلوس، وبعدين تراجعت وقلت ايه؟ نتحمل احنا النص والانديه النص. والانديه النص. بعد كده قال لك اشوف شركه راعي. حلو قوي. طب ما قلتش ليه من الاول؟ كنتش قلت ان احنا عندنا فلوس. لا اصبر وقول هنعمل شركه تسويق، هنعمل تنميه موارد، وهنعمل وهنعمل. طب انت عملت اتخذت كام قرار لحد دلوقتي؟ ولا واحد. اتخذ قرارات اداريه معظمها اداريه بس، معظمها ايه؟ القرارات الملموسه لسه. بالظبط. لسه ما فيش اي قرارات ملموسه، الملفات شائكه تم توزيعها، وانا شايف ان الخمسه يعني محتاجين لجان فرعيه، لان المسابقات مش واحد، مش شخص اللي هيدير المسابقه. دي لجان متفرعه، لجان متفرعه منها 27 لجنه، هي 27 منطقه في 27 محافظه. فاذا هنا العمليه مش عمليه شخص، الشخص هنا على قمه الهرم التنفيذي في لجنته، ولكن يتبعها لجان ثم لجان ثم لجان ثم القاعده العريضه. طب ده ما حصلش. نمره اثنين، انت لما اعلنت نظام المسابقات، انت اعلنت ايه؟ الاول قلت يوم القرعه امتى؟ يوم الخميس. طب قال الدوري امتى؟ لا ما قالش. ما طيب. برضو دي من ضمن الاسئله في الحياه، لا الدوري امتى ولا السوبر امتى عارفين ولا كلام من ده، بنسمع بس كلام كده شكل غير رسمي ان السوبر يوم 20، الدوري يوم 21 والحاجات دي. رغم ان انت الارتباطات قدامك. رغم ارتباطات الاهلي والزمالك في افريقيا. اتاخروا قوي هم. جدا. طيب. طب الاسباب التاخر ده ايه يعني؟ اسباب التاخر ان في اعضاء لجان بتسافر. يعني النهارده الدكتور جمال محمد علي مسافر بره في بعثه. استاذ عمرو الجناني برده مسافر، مش عارف بكره مسافر فين، وهكذا. مش متفرغين وهكذا. يعني؟ انا شايف ان هو التفرغ مطلوب جدا جدا. هم مش متفرغين؟ لا حاليا لا مفيش متفرغ. طب وانت محمد فضل لما انضم للجنه انضم امتى؟ متاخر جدا. مسافر برده. صح ولا لا؟ طب احمد عبد الله حضر كام لجنه؟ كام اجتماع؟ اثنين. من كام اجتماع؟ اربعه. بس. إذا هنا فين بقى التفرغ؟ اللجنة دي لازم تكون متفرغة، وبعدين هنا دي منبثقة من الفيفا، يعني الفيفا بتدعمها وبتعضدها، وبعدين دي قالت حاجة خطيرة جدا، قالت اللجنة تحت الاختبار. بمعنى؟ لا دي مهمة دي، يعني إيه تحت الاختبار؟ يعني تحت يعني ممكن يمشوهم في وقت؟ كل أو جزء. اللجنة تمشي الكل أو الجزء أو بعض. ده محطوط في القرار. طب يبقى هم اختاروهم ليه من الأول؟ ما هو اخترتك عشان تكون تحت الاختبار. يعني ايه؟ اصل الموضوع موضوع تحت الاختبار ولا تحت المتابعه؟ في فرق. ما هي المتابعه ايه؟ المتابعه انا بتابع شغلك عامل ازاي؟ طب لو في نفس الوقت لو انا بختبرك في طب ما لو لقيت شغلك مش كويس وانا متابعك هعمل معاك ايه؟ هيبقى في وقت ان هو يغير؟ يغير. ليه في وقت انه يغير؟ لان المده سنه. هيغير. هو قال متابعه شهريه. وهي تحت الاختبار والمتابعه الشهريه، واذا حصل اي خلل او قصور فيمكن تغيير الكل او الجزء. ممكن تلاقي واحد اتغير ازاي؟ هو مين اللي هيكتب فيه بقى التقرير؟ قال اللي هو بيتابع. قال اذا انت خدت ملف، ما هي المتابعه هنا هقيمك ازاي؟ انا هديك ملف وتشتغل عليه. طب قول لي ايه الملفات دلوقتي اللي مع الاعضاء؟ يعني ملف الجهاز الفني المنتخب الوطني والدوري مع مين؟ مع ثلاثة. عملوا ايه؟ ولا حاجة لحد دلوقتي. ماشي. ملف الدوري مع مين؟ المفروض مع اللجنة كلها. طب فين؟ ولا حاجة. تمام. وهكذا. لجنة التسويق مع مين؟ ملف التسويق والموارد مع مين؟ مع رئيس اللجنة اللي هو البنكير طبعا. عمل ايه؟ ولا حاجة. لا أول حاجة قال ايه؟ معانا فلوس. أنا راجل بتاع بنك وعارف. طيب وبعدين رجع قال هنبحث وهناخد من الانديه. هل دي تعتبر قله خبره؟ التصريحات دي؟ طبعا خبره في يعني التعامل. انا اول ما اجي كده اوعد بحاجات كتيره جدا انا لسه مش عارف الامكانيات عندي ايه اصلا. بالظبط بالظبط. دي قله خبره. ما لازم اشوف الاول. بس انا عارف موضوع التسليم والتسلم. ما انا لازم يعني انا تسلمت مهمه اهي، لازم اتسلمها واقراها. انا معايا ايه؟ ما انا زي ما اقول لك ايه؟ المعطيات تؤدي الى النتائج. طبعا. انا اشوف معطياتي ايه؟ الحاجه اللي في ايدي ايه؟ عشان اخرجها اعملها مخرجات. يعني انا اتكلمت بشكل انفعالي واتكلمت بشكل حماسي. الدوله جابتني، الفيفا جابني، وانا جامد وهكذا، فهعمل وهعمل وهعمل.
طب انت ما قلت انت ما قلتش انت معاك ايه عشان تعمل ايه. فدي انا شايف انهم اتسرعوا بشكل كبير في الحته دي. طب نمسك تاني حاجه، التصريحات ما كانتش محسوبه، وما كانتش في حينها، بدليل ان احنا لحد دلوقتي ما لقيناش اي جديد، ما لقيناش اي حاجه من التصريحات اللي اتقالت. يعني طبعا بنتمنى لهم ان هم يعني ينفذوا التصريحات اللي قالوها، يعني او تحديد دكتور عمرو الجناوي. التوقيت مهم، لكن لغايه دلوقتي مفيش تنفيذ لاي حاجه يعني بصراحه. واحنا خلاص الوقت ازف، داخلين على الدوري، داخلين على السوبر، وداخلين على حاجات كتير جدا، مفيش اي جديد يعني. طيب انت هتعمل قرعه زي ما قلنا هو يوم الخميس، اللي فين رابطه عند المحترفين؟ مفيش، وكانوا بيقولوا ان هيبقى في رابطه. طيب مين اللي هيدير المسابقه؟ لجنه المسابقات اتحاد الكوره بس. المفروض الرابطه، المفروض الرابطه اصلا، بس هو كده طبعا مفيش رابطه. طيب هم اللي هيدير. مش انت جايب اللجنه دي عن طريق الفيفا عشان تنفذ ما عجز عنه الاخرون فعلا، وتنفذ الاحتراف لان احنا اتاخرنا بقالنا 7 سنين مش عارفين نعمل احتراف. فاذا هنا في فساد اداري، وفي عجز اداري، وفي قصور اداري، قول زي ما تقول، لان انت ما نفذتش. طب انت دلوقتي خلاص المرحله الاخيره او اخر فرصه ليك ان انت لازم تنفذ الاحتراف. طب ما الاحتراف ده ليه الياته. طب الاليات ايه؟ إن اول حاجه او الف ب الاداره في الاحتراف ان رابطه انديه المحترفين هي اللي تدير مسابقتها. كويس، هيحصل. طيب يبقى انت ما عندكش محترفين، يبقى انت ما عندكش دوري محترفين. طيب انت قلت انا جايب اللجنه دي عشان اعمل دوري المحترفين. دوري المحترفين برمته معناه ان دوري ممتاز يبقى محترفين، وممتاز بيبقى محترفين. طب عملت ممتاز بيبقى محترفين؟ لا، ما عملش. يبقى عملهم زي ما هم، كام مجموعه؟ ثلاث مجموعات. ثلاث مجموعات اللي هو كان هيعمله الاتحاد السابق. طيب انت السنه الجايه هتعمل محترفين؟ لا. ليه؟ لان انت قلت هيهبط 2 ويصعد 4، يعني السنه الجايه بدل 12 نادي يبقى 14 نادي في كل مجموعه. يبقى ده مش دوري محترفين. اذا انت مش ناوي تطبق دوري المحترفين في مصر، صح؟ صح، اللي هو خصوصا اللي هو ب، لانه ب يتبع الف. اكيد اكيد. فاذا انت مش هتعمل دوري محترفين، طب انت جاي تعمل ايه؟ فانا كان من وجهه نظري، ممكن انا قلتها، ان اللجنه دي جايه وما عليهاش اي حرج. فانت جاي لا هتخش انتخابات، وجاي معضد من الدوله ومسنود من الفيفا، يعني داخل عارف عنتر شايل سيفه. اعمل اي حاجه ومحدش هيقول لك انت بتعمل ايه. قرر، يلا قرر. طب ايه العقل؟ ايه العقل؟ ما اعرفش ايه البطء الشديد في اتخاذ القرار. يبدو انهم اصطدموا بالواقع وما اصطدموش بالحقيقه. يبدو ان في، مش عارف يعني، في حاجات كتير قوي ما بتدارش بالشكل ده. قله الخبره برضو بالمنظومه الكرويه، لان انت كان لازم ايدك تطال فيها. لان انا شايف يعني محمد فضل اول ما جه مسك ملف الاداره بتاعت الملاعب وحاجات زي كده، احمد عبد الله برده الملاعب. طب انت جايب حسام، شاب ما شاء الله، يعني 31 سنه لسه، يعني لسه في مقتبل شبابه، هيمسك المسابقات. طب انت هتمسك مسابقات مجازفه شويه جدا جدا. العمليه مش عمليه يا جماعه، احنا بنحرق شبابنا. انت عايز تديله الخبرات، يشغله مع واحد خبير. طب انا هسال سؤال، هل اللي عاملين في لجنه المسابقات في اتحاد الكوره الاستاذ سيد بخيت عنده كام سنه؟ حاجه و70 سنه. يعني افنى عمره كله في المسابقات. طب سيد بخيت لما يجي يقعد قدام حسام ده، مين يدي تاني تعليمات؟ مين؟ انا حسام عندي 31 سنه، وسيد بخيت عنده 72 سنه، يعني قده 3 مرات ولا مرتين ونص. هسمع منك ان انت لسه، اللي انت لسه يا دوبك بتقول الف ب اداره، وانا بقالي 50 سنه في الاداره، انت هتديني تعليمات؟ ولا انت لازم تكتسب خبره مني الاول؟ اختيار حسام، صح؟ تم اختيار حسام على اساس ايه؟ هو كان مساعد لمحمد فضل في تنظيم البطوله، في مدير البطوله. طب مساعد معاه في البطوله في المسابقات؟ لا. طيب اذا في اداره الملاعب، في اداره البطوله، في اداره كذا كذا، لكن كمسابقه يا جماعه، انت عارف يعني ايه مسابقه؟ يعني انت لازم تكون اشتغلت في التربيه الرياضيه كويس قوي، لان تبادل وتوافيق، العمليه عمليه احتمالات، نظريه الاحتمالات، كل ده لازم تكون دارسه. ولازم نظري وعملي. انت عارف يعني ايه تعمل جدول؟ يعني الناس كلها تقول سهل جدا، الاهلي يلعب الزمالك وبعدين الاسماعيلي وبعدين الاتحاد وبعدين كذا.
ما بتجيش كده. بتيجي نظريه التبديل وتوفيق بارقام طبعا وارقام معينه. هل انت ماشي دارس لكن عملي ما ده لسه ما يعني لازم تقعد سنه على الاقل سنتين. ونتمنى له كل التوفيق طبعا، بس احنا يعني بنحاول بشكل عملي الامور يعني. انا بتكلم بشكل عملي. هل هيجي حد معاك خبير يشتغل معاك؟ طب ما كنت اولى انك انت في الاول تخش معاه وبعد كده تكتسب الخبره وهكذا. يعني احنا بنتمنى، لان طبعا اي عائق او اي مطب في الدوري هيعرقل المسيره كلها. فأنا نتمنى ان يكون فيه جدول منتظم من اي تو زد، من اول مباراه، من اول صفاره حكم في اول مباراه لنهايه المباراه، معروف سلفا. معروف التوقفات ايه. قال لك كمان هيبقى معروف بالساعه. طيب تمام، يعني ماتشات بالساعه بتاعتها. الماتش الساعه 7 يبقى هو الساعه 7، مش هتقدم وتاخر ساعه ومش عارف ايه وكلام. لا معانا احنا في الملاعب في مصر صعب، ونظام الامن ونظام هيبقى صعب. هو ايه اللي كان موقف عامر حسين وكان موقفه وعينه ومخليه ما بينامش؟ ما عامر حسين خبير في المسابقات، عمليه الملاعب وعمليه الامن وعمليات كتير كان بيصطدم بيها. هل هو الموضوع اتحل خلاص بقى وردي كده، نظام الدنيا بقت حلوه وكويسه ومجرد ما تحط القلم النهارده 1-1 يعني انتهي في 31/12 مش عارف سنه كام ويخلص الدوري؟ لا مش بالرصاصه دي مش انا شايف ان هي فيها لسه، هي نوع من المجازفه، نوع من التحدي. اتمنى ان هو يؤتي ثماره. يا استاذ محمد، ده ابسط حاجه لحد دلوقتي الاحتفاليه اللي كانوا بيقولوا هيعملوها عشان يدوا النادي الاهلي الدوري، حاجه بسيطه جدا. هتحجز قاعه في فندق، تمام، زي ما هم قالوا كده، يعني احجز القاعه في فندق وحدد الميعاد مع النادي الاهلي وروح سلم النادي الدرع. دي لوحدها ما اتعملتش، يعني ابسط حاجه في الدنيا ما اتعملتش. طب هو امتى؟ فده شيء غير مبشر في الحقيقه. هو امتى كان اتحاد الكوره بيعمل الحفله للفايز بالدوري؟ هو المفروض ما يبقاش فيه حفله طبعا. هو المفروض كده ان انت تاخد الدوري تحتفل بيه في الملعب وكلام من ده. المفروض، لكن قلنا عشان الظروف واللي حصل والتصريحات والكلام من بتاعه الاتحاد في التوقيت يعني. وقال لك هيبقى فيه حفله، المبرر احنا مش عارفينه ايه. بس في نفس الوقت حتى الحفله فين؟ لا ما فيش بقى يعني لحد دلوقتي الاهلي ما خدش الدرع بتاعه. ايه المبرر؟ هو طبعا يعني كل ده حاجه ما عملوهاش يا استاذ محمد، تاخير غير مبرر. يعني انا زي ما قلت لك ان كل واحد المفروض ياخد ملف ويشتغل عليه. هو لغايه دلوقتي لسه ما فيش ولا واحد خد ملفات؟ يعني حاجات عاديه اللي تم الاستقرار عليها، موضوع المدير الفني لغايه دلوقتي ما تمش حسمه من المنتخب. لسه في يعني حاجات كتير في الحقيقه. في حاجات كتير، ونتمنى ان هم يكونوا يلحقوا نفسهم باذن الله. وخصوصا ان هم يعني المفروض ان اجتماع يومي، يعني عندهم المفروض ان هم يبقوا مجتمعين كل يوم ويحددوا مطالب الانديه، على الاقل مطالب الانديه. انت لحد دلوقتي ما تعرفش دوري القسم الثاني كمان هيتسوى ولا لا لحد دلوقتي، لان مفيش لائحه. انت الانديه اللي تحت بتاخد نسبه تسويق من انديه الدوري الممتاز، بتاخد 3%. يا جماعه هو مش انتقاد، على قد منه تنبيه لاتحاد الكوره، ارشاد للاتحاد، للمسؤولين، للجنه الخماسيه. يا جماعه في ملفات كتيره جدا انتم متاخرين فيها، الاسباب ايه مش عارفين، احنا بنحاول نناقش الاسباب دي، لكن في ملفات كتيره جدا ما اتحسمتش لحد دلوقتي. اكيد يعني ده في ملف كمان مهم جدا، موضوع الجمعيه العموميه ده. موضوع الجمعيه العموميه في اجتماع لاعضاء الجمعيه العموميه قريبا يقال. هم كانوا حددوا يوم الثلاث، المفروض بكره، بس طبعا اجلوا. بهدف ايه الاجتماع؟ بص، الهدف هم كان في اجتماع قبل كده في نادي الاعلاميين، وقالوا ان احنا مش معترفين باللجنه دي، لانها اللجنه دي جت نطت على الجمعيه العموميه وقادت على شرعيه الجمعيه العموميه. تمام. الجمعيه العموميه كانت بتطالب ان يجي اللجنه تشكل من الجمعيه العموميه، لان الجمعيه العموميه هي صاحبه القرار، هي صاحبه المنتج. النادي هو صاحب منتج كره القدم. الاتحاد معمول من الانديه. أكيد. مش الانديه معموله من الاتحاد. طبعا. الاتحاد اتكون بناء على تصويت الأندية. من الانديه. فاذا هنا الانديه هو المتحكم، هو اللي معاه المفتاح. الجمعيه العموميه صاحبه القرار. طبعا الجمعيه العموميه لما لقت ان تم تجاهلها تماما وعرفوا باللجنه دي عن طريق السوشيال ميديا، فقعدوا يدعبسوا، طب اللجنه دي جت ازاي؟ طبعا الجمعيه العموميه شكلت لجنه تتكلم باسمها، وهو مكونه من الاستاذ محمد طويله، نور المستقبل، يعني وهكذا. هم معترضين على اللجنه اللي موجوده دلوقتي في اتحاد الكوره. ليه؟ طب هل ده وقته؟
ما معلش بقى ده برضه سؤال، لان احنا بنتكلم الهدف ايه في الاخير؟ يعني ايه وقت مصلحه ما جاي حضرتك في كده؟ ماشي. مصلحه الكره المصريه. اه احنا دلوقتي عايزين مصلحه الكره المصريه. تمام. الفيفا جابت لجنه، جت اللجنه موجوده بتشتغل، هل انا هحاول اسقط اللجنه دي او احاول احارب اللجنه دي كاعضاء جمعيه عموميه دلوقتي؟ هل ده في مصلحه الكره المصريه؟ لا، كمصلحه الكره المصريه. طيب مش مصلحه الكره المصريه، ولكن هل من مصلحه الكره المصريه انك تجيب لجنه عن طريق انك تقول ان احنا منقوصي الاهليه؟ هل اتحاد الكره ان الكره المصريه في حاجه الحقونا؟ الحقوا الكره المصريه، الحقوا في فساد، الحقوا مش هينفع انتخابات، الحقوا طيب. عشان كذا كذا، يبقى انت بتشوه سمعه مصر لدى الفيفا وبتستنجد بالفيفا وعشان طب تعمل لجنه. في تحرك من اعضاء الجمعيه العموميه قبل الاعلان عن تشكيل هذه اللجنه، وخصوصا ان كان معروف ان هيبقى في لجنه هتشكل من قبل الفيفا وكلام من ده. لا، ليه ما كانش في تحرك؟ ما كانش في تحرك عشان كان محددين، معروف اللائحه بتقول ان بعد ما بيقدم اتحاد استقالته ويتبعوا استقاله المدير التنفيذي بيتعمل انتخابات في خلال 3 اشهر. تمام. هم عرضوا ان يتعمل اجتماع جمعيه عموميه. اذا هنا قبل اللجنه، قبل ما تشكل اللجنه، وقعدوا مع ثروت سويلم في اتحاد الكوره وحددوا حتى اليوم اللي هيتعمل فيه اللجنه عشان يتعمل انتخابات او تعديل اللائحه. ايهما اقرب؟ ثم اختاروا تعديل اللائحه وهكذا، مشوا في السكه دي، فوجئوا بتشكيل اللجنه. فاذا كده كده هم محددين ميعاد عشان يقولوا. ما كانش في رد عليهم، ما كانش في لجنه بقى اتعملت. ما كانش في، بس كان في مدير تنفيذي. المدير التنفيذي تجاهل طبقا للائحه المفروض يعدي. فاكر لما قلت لك هيعدي زباله مش هيختارهم؟ وفعلا ما اختارهمش. اذا هنا اللائحه بتقول ايه؟ يبقى الجمعيه العموميه هي اللي هتعقد، تدعو نفسها للجمعيه العموميه. ما ان دعت نفسها واختارت اليوم جمعيه عموميه حتى تم الاعلان عن اللجنه. طيب ماشي، لو اللجنه جت كويس او مفيش مشكله، بس انت عشان تفوجئ ان اللجنه جايه بالطريقه اللي انا قلت لك عليها دي، لا. وهل هنت عليك مصر؟ وهل هنت عليك اسم وسمعه مصر انها تيجي بالاستقواء وبالاستنجاد واستنجد الحقوا عايزين لجنه عشان كذا 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 كذا؟ لا، يبقى انت ايه؟ حضرتك بتوجه الرساله دي لشخص معين من الاخر. اه، لاشخاص تسببوا في ان هم ان اسم مصر يهان عليهم ويبقى من ضمن 11 دوله في العالم يفرض عليها الوصاية. انت عارف يعني ايه يفرض عليها الوصاية الكرويه من الفيفا؟ يعني انت منقوص الاهليه. فدي مصر منقوص الاهليه؟ لا طبعا. مصر اللي عملت اعظم كاس امم افريقيه في تاريخ القاره الافريقيه اللي لسه منتهي منذ ايام، منقوصه الاهليه؟ مصر اللي حصلت على ما يقرب من 300 جايزه ما بين الذهب والفضه والبرونز لسه في المغرب، منقوصه الاهليه؟ لا طبعا، ده لازم يتم التحقيق في الموضوع ده اذا كان في عداله فعلا يعني. طيب نتكلم على بعض الامور الاخرى اللي بتخص اتحاد الكره. يعني مثلا يوم السابع النهارده قال لك اتحاد الكره يعلن ملعب السوبر المصري بين الاهلي والزمالك خلال ايام. ليه دايما كل حاجه خلال ايام؟ ده سؤال. السؤال الثاني، تتوقع الملعب يكون ايه؟ اتوقعه برج العرب برضو. وانت ما تحسبها. بص، خلال ايام عشان في مفاوضات، خلال ايام عشان اشوف ردود الملاعب دي اللي انا هخاطبها، ردود الامن هيوافق ولا لا، ردود الامن هل هيوافق بجماهير ولا من غير جماهير؟ طب احنا عارفين ميعاد الماتش المفروض كان متحدد قبل كده يوم 18، فدلوقتي بيقولوا بقى يوم 20 بس غير رسمي لحد دلوقتي. طب ما التحركات دي ما حصلتش من بدري ليه؟ ما في تحركات. احنا بنرجع لنفس النقطة في الآخر. بالظبط. نرجع لنفس النقطة. فهي هي المشكلة برضو التأخير. أولاً في حجز فنادق، في حجز ملاعب. طب عايز أسأل حضرتك سؤال سريع لأن احنا لازم نختم دلوقتي. هل الجمهور هيعود بشكل طبيعي خلاص للملاعب بعد ما شفنا خلال الفتره اللي فاتت حضور جماهير مختلفه للمباريات سواء بطوله الامم الافريقيه كاس مصر اكتر من حدث يعني؟ اشك. تشك. يعني ممكن ماتش السوبر يتلعب من غير جمهور. والدوري ده رئيس اللجنه قال هيبقى من اول اسبوع بالجمهور. رئيس اللجنه قال كده. لا، انا اشك في الموضوع ده، اشك. لان يعني لازم تكون على ما قال كتير. مش اول ما جم قالوا. نتمنى لهم ان شاء الله ان هم ينفذوا كل الوعود اللي قالوها
من خلال التصريحات المختلفة لبعض أعضاء هذه اللجنة، وفي الحقيقة بنتمنى لهم يا رب كل التوفيق في إدارة شؤون الكرة المصرية بالشكل الأنسب خلال الفترة اللي جاية، لأن هدفنا كلنا واحد، إن الكرة تتطور في مصر وإن الأمور تمشي بالشكل الطبيعي والمعتاد زي ما بنشوف في العالم كله في الحقيقة. يا أستاذ محمد أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، للأسف الوقت جري بسرعة، لسه عندنا كلام كتير، بس إن شاء الله فترة تانية أو حلقة تانية نتكلم. إن شاء الله. شكرا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز اليوم الأستاذ محمد باهي الناقد الرياضي بالأهرام، واتكلمنا في ملفات عديدة كالعادة، ودي كمان كانت حلقتنا النهاردة من كلام في الميديا. استنونا حلقة جديدة بكرة إن شاء الله. إلى اللقاء.